مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 2 يناير تم استضافة جيني في البرنامج الحواري الموسيقي المرتقب The Seasons Lihyori's Red Carpet على قناة KBS2TV والذي تقدمه الفنانة ليهيوري. هذا هو أول نشاط منفرد رسمي لجيني منذ تأسيس وكالتها ODD. شاركت جيني هذه هي المرة الأولى التي أظهر فيها في برنامج موسيقي لقناة KBS. لقد جئت لرؤية هيوري أوني، شكرا لك على دعوتي. خلال المقابلة أعربت لهيوري عن فضولها حول سبب إنشاء جيني وكالتها الخاصة، وأوضحت جيني: سأستمر القيام بأنشطة الفرقة مع وايجي، لكنني أردت القيام بأنشطة فردية بحرية أكبر، لذلك أسست وكالتي الخاصة بعناية. وكشفت أيضا عن معنى اسم وكالتها أد أتوليير، إنه يحتوي على نية القيام بعمل جيد حتى لو كان بطريقة غريبة ومختلفة عن الآخرين. يرجى إظهار الكثير من الدعم لوكالتي في المستقبل. أعربت جيني أيضا عن عاطفتها تجاه وايجي وأكملت: إنها شركة كنت أعمل معها منذ أيام تدريبي، لذلك تعلمت الكثير من وايجي وعلاقتنا جيدة. برنامج The Seasons يبث في وقت متأخر من الليل على قناة KBS ويقدم إجمالي 4 مواسم، وقد استضافه جاي بارك ومن بعده تشوي جونغ هون وأكمو في المواسم السابقة. وقد حظي العرض بالكثير من الاهتمام، حيث تم الكشف عن أن ليهيوري ستكون المقدمة في هذا الموسم. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامي دا.